لما اكون صداقه مع اي امراه اسالها اجيب السي في بتاعها واشوف الحاله الاجتماعيه، متزوجه ام سنجل. لو كانت متزوجه اقولها انا اسفه، اقول لها انا اسفه انا مش هقدر اخرج معاك. كانت بقى سنجل حطيت الشنطه على كتفي وخرجت معاها. ليه بقى؟ عشان انا لما ببعد انا لما بقعد في مجتمع فيه ستات، الا ما رحم الله بعض الستات، بعض المتجوزات، بلاقي الاكثر الحديث بتاعهم حش ومردغة واكل في لحم جوزها قدامنا. ليه؟ نفسي اعرف ليه. ليه 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 جملة ولا ترى ازواج هم وغم يا جماعة، ولا ترى الزواج يا الله، ولا اهسلك ما تزوجتي. ليه اهسلي ما تزوجت؟ ليه الكلام ده؟ حرام عليكم السناجل، كرهوا الجواز وسنينه من الكلام اللي انتوا بتقولوه يا متجوزات، اللي بتقولوه عشان تصدوا العين عنكم. انت فاكرة انك انت لما تيجي تحشي في بيت امرأة، اسمعي معي يا بعض المتجوزات، انت فاكرة انك انت لما بتحشي في جوزك وبتجيبي لي كده بلاوي وعيوبه ومشاكله والقرف والهم والنكد اللي انت عايشه كده، يعني انا مش هصجعك عين؟ ها؟ ايه رايك ان هصجعك عين برضك؟ ايه رايك بقى؟ انت كل ما بتحش في جوزك انا هصجعك عين ازاي بقى؟ خدي مني دي اسمعيها، هقول اوبا انت كل المشاكل دي وما اتطلقتيش لسه؟ ياه ايه القدره التحمل اللي عندك دي؟ برضو يعني في مجال ان اصجعك عين، يبقى تتكتمي وما تتكلميش ولا حرف في جوزك. كرهاء، حباء، ركناء، انا ماليش دعوه اسمع الحوارات دي في اجتماعاتنا، انا ماليش دعوه. يعني الرجاله واحنا غسلين ايدينا منهم الا من رحم الله، وعارفين انهم بيقولوا ثلاث جمل عن مراتاتهم مفيش غيرها اساسا، مفيش سيناريو جديد، نكديه، زنانه، شكاكه، خلاص مفروغ منها، واحنا معترفين وبنقول قدام العلن حنكد وحنزن وحنشك، خلصنا بقى. اما الستات بتقعدي مع صحباتك تتكلمي في جوزك ليه؟ في نوع من اللي بيحشوا في اجوازهم من الستات دول بتكون شايفاكي سنجل وما اتجوزتيش، فخايفه هي انك انت تحطي عينك على جوزها بقى، فتيجي تتكلم لك في جوزها، جوزي بخيل، جوزي ما بيدينيش، قارفني، ما بيخلينيش اخرج، ما بيخلينيش مش عارفه ايه، مش مهنيني، اخلاقه زي الزفت، ما بيتكلمش معايا. ليه؟ عشان هي خايفه، خايفة انك تحط عينك عليه من زينك، انت وزين جوزك اتلم النتن على الانتن جوزها كده، وهي احط عيني عليكوا ليه؟ احط عيني على الاملة؟ اخد يعني هاخد الاملة يا خي من زينك وزينه، طنجرة ولقت غطاها سبحان الله. المهم بقى دي بقى لو شافت واحدة متجوزة وامورها تمام عادي تمدح جوزها قدامها، بس لو شافتك سنجل تتكلم في جوزها. وفي كمان نوعيه دايما تقولك انا زوجي مره لصقه يا الله. يا جماعه في نوعيه كده تقولك كل زوجي مره لصقه، لا سجن فيه ما يفك عني، لاني معلج ولاني بمحلوش. ليه؟ طب انت ليه بتقولي كده؟ زوجي ما يخليني اخرج، يقول لي اقعدي معايا في البيت، انا طفشت منه ما بيه يا بيه. ليه ما تبيه يا بابا باهي؟ ليه ما تبيه وهو لاصق فيك؟ حرام عليك، يعني انت ليه مطلعاه كده مرمطون؟ ليه مطلعاه انه هو كده مش سايبك في حالك من زينك انت وجهك؟ يعني انت عايزه تثبت لنا انك انت مطلوبه؟ انت شكلك مطلوبه امنيا، يعني انت مرغوب فيكي ولا ايه؟ انا مش فاهمه جوزك لزق فيكي ليه؟ انا لو برص مش هلزق فيكي، مش عايز الزق فيكي لو انا برص. جوزك لازق فيكي عايزه تثبتي لنا انك انت جمره ليالي وبندوله من زينك انت وجهك. تجيكي واحده تفرم في جوزها وتيجي تقولي لها انت بتتكلمي كده عن جوزك قدامي ليه؟ تقول لك عشان هو مسوي قدامكم بريء، مسوي انه هو محترم ومؤدب، هو في البيت مو مؤدب. طب ما يتنيل يبقى مؤدب ولا مش مؤدب. انا مالي؟ هو انا كنت المحكمه؟ بريء ولا مذنب؟ انا مال اهل صلاح اعرف جوزك ماله؟ ما تتنيلي تاخدي قرار في حياتك لوحدك. انا مالي اعرف كل التفاصيل؟ انت بتكرهيني في الجواز لعلمك،
انا سنجل وعمال اكره الجواز من وجهك انت، وجهك من كلامك المعفن عن جوزك وعن حياتك، وانا عارفه انكم كلكم دول اللي بيتكلموا عن جوازهم كلكم لازقين زي اللزق، عارفين لزقه جونسون في اجوازكم، ولو جوزك بص بره عليا مثلا هتموتي قهر، هتموتي قهر، هتنفرمي في حتتك.